كان سامي سات مزيغ صافي تلا زعما نسولي سلا ثمور تن الجزائر ونبداو غيسال لنا ثم ينوث نوناي فارا نتمور توث زوالا الديو نفايا كيرغلان احمد بن بلا كيرغلان ذي الولايه انواران ثي بوريناس اثم سريف ثمن زو تيديو سان سي مارساي نتمور ثن فرنسا سالا لدي نتريسا ايغنوان وثرسد ثم سريف ثاكي ديدان ديال 313 كمذانن اديو غالان غار ثمور ثن الجزائر وسينا بوينت النسريد غارو مسنسون الاندلسيات اكن قمن مساء وسان إيو كمان كلمة سواق سوهران الحمد لله يا أختي الحمد لله بصح كاين الناس في فرنسا والله قاعدين يعانيو ياسر مش شوية بزاف ناس كبار مساكن الناس عندهم دي رونديفو تما حصلوا 15 شهر وقاعد تما مطيش لا غير يعيط غير بالتليفون مساكن. انا مره كنا نخموا على البلاد كنا نخموا على وليداتنا كنا نخموا على فاميلتنا الحمد لله نحمده ونشكرك يا ربي فتح علينا البيبان وحلوا علينا وجينا لبلادنا. عامين وانا نداوي في فرنسا واليوم جيت الدراري توحشتهم. ايه واش نزيد نحكي لك؟ ايه توحشت البلاد والله. شوف انا ما نكذبش عليك انا نروح ليها العلاج وحصلت لتما ما قدرتش نجي وي خليت ولادي هنا وكل شيء وي بس راهو شوفي الغربه راهي صعيبه بزاف وان شاء الله الناس كل تروح صوتا تصب حيث بوسان غالا نسليك نات مناخ ثغار تفتين انتفكان نيل مزين احمد بوشلوش يوضن 27 نيس قسن ذي العمريس نيل مزين اقيو فانت ذي شط نسيركوف ذي عين طايا ملو نت مناخ نيل زيار سلمي عراق ويغرق من زون قضليا ذي الشطوض نرغايا فلاس يا فرغي تسوك ذي مقرن إيلان ذي تنهلان تزمار ذي الولاية نتبسة سل ألوين لحلث كورونا سيال لصنا في ناس إمير ثغال الولاية قيا سي الولاية في جردن وطن مقرن كورونا سليم مدريد ديوالا تسويك لحقنا الى تسجيل 28 حالة ايجابية مؤكدة مخبرين في يوم يعني في 24 ساعة ويقابلوا من جهة أخرى حالة استشفاء 58 شخص يعني كانوا تواجدوا على مستوى المصالح كوفيد على مستوى الولاية بعض التجمعات يعني تنعدم فيها هذه الوسائل الوقاية والناس ما تحترمش البروتوكول يعني البروتوكول الصحي رانا نحاولوا نراقبوا مدى تطبيق تاعو ورانا في كل الحالات رانا نبلغوا المصالح المعنية بكل التصرفات اللي رانا نلاحظوها في الميدان وراهي يعني في المقابل كاين هناك اجراءات راهي تتخذ في اتجاه يعني اتجاه هاد الاشخاص ولكن نشوفوا بلي مازال يعني مازلنا بعاد على المبتلى ذي يوث الحالة يسحزن أن سواطاس استيدير ثقشيش ليديا حداش يسقسن ذي العمرين سيدي الولاية نشلف غف سبان لهلايك أمي وزميرنا را دفني مجايا ذي فلاث وسول نغف سوث نغف سورتي سورتيا تيغرد ذي غريا إيوثن الخير وكان أذفداني ذس رشيد مشورب أش حالة تتعجب الحالة إليديا مارس المشاضي مساش كوحينس ذي نستخدم يماس إيوا كناس كسغ فوليس مشا مرات كار تذر ثني ظن ومطيغة في يزري سدوين ونحبس إميو إكساس وطان في زطن التذر ضطان ونزمير إمجاينا الذوي أنا المشكل تاع بنتي أنه ضروك عندها الدياليز ولازم لها الزراعة وقال لك الزراعة ما نجموش نزرعوا لها كلوة باش تعيش كيما كاع الذراري حتى نشخصوا المرضى تاعها وحنا من 2017 رانا في مستشفى بني مسوس بدون تشخيص ما كاش النتيجة تاع المرض تاعها المرض هذا نادر يسموه روزايدورف مام بصح بدون دليل انا حابه بنتي السلطات المعنيه ولا وزير الصحه ولا يتكفل بالحاله تاعها يديها تعالج في مستشفى التخصص تاع امراض نادره للاطفال ثم شولت ليديا ورث جيان ثابورث وستوتفيتس دوك ناديا غاف وذوي غن يليس امي ارزان غار وطاس نخمن انتوجيا ويكفى وفريديس ذي ثما نصفيا نذما سويا اذن تساثك اتلم زيث ذي ثم نطقيا الكلاوي تاوحا خلاص راحوا هي ما يشتغل ما مش يخدموا صاي راي المصير التحارة مرتبط
بهذيك الآلة تاع الصفية تاع الدم. أنا حتى أنا سمحت في خدمتي، سمحت في روحي، وسمحت في ولادي كاع على جالها، على جال باغي نتلها غي بها ونديها غير للسبيطار هكا، ونقعد معاها ونظل عاسها، وفي أي وقت دائما دائما واقف معاها. إيش باغي نزيد نروح للطبيب؟ إيش باغي نروح للسبيطار؟ مش باغي نروح. باغي نتعالج. ثوثرت أمث زيوينيت ثغالين غار القرية ذيني السلامة وشورتان تقشيش ليديا إدي غران ثغريا إواسن الخير يزمرنا تعونا لكن هاث أدرنا ثلصا غافوذون ملايكا هجيا نكونيا نسلاماس أزديو ربيان شفا السلع جلان نسلاماس شفا السلع جلان إي ليديا ودو غالات وثورتيس الصحاينس سوى هجيا أدنو غلاث قرام باميس وأدنو غلاث شفا مرس إلى قطاع غزة أين